السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بيبقى عندك الموديل موجود على نفس وركس وانت عايز تشوفه على الموبايل، ممكن تكونش معاك اصلا الملف الاصلي اللي معمول منه الموديل، يعني مش معاك الريفت او الاركيكات. ففي اداة جميلة بيروح يحول الموديل من جوه نفس وركس للموبايل، تقدر تشوفه على الموبايل. مجرد ان انت تقول له اكسبورت يروح مصدر لك الموديل زي ما هو، مش محتاج تعمل اي حاجه خالص. وبعد كده الملف دوت تقدر تفتحه على برامج كتيره زي ايبك، تقدر تشوف الموديل جواه وتقدر تعمل تتجول جواه زي ما انت عايز وتعمل ووك ثرو جواه.